طيب سؤال عندك ثاني دولة؟ طيب شكرا. يعني هو مش بيذكر سفر التكوين، طبعا سفر التكوين ده سفر بحاله بيتكلم عن التكوين، لكن ماسك العهد مع ابراهيم اللي تم في سفر التكوين، وبيكمل بعد كده في العهد ده لغايه لما عنادي الشعب، لغايه لما سبي الشعب، لغايه لما رجوع الشعب، لغايه لما الملك الالفي، لغايه لما الابديه السعيده. في كل ده. وهو بالنسبه لليهود يعني من الاسفار اللي بالنسبه لهم مستحبه خالص، يعني لانه بيتكلم عن يعني المجد بتاع الملك الالفي ده حلم اليهود. فاكرين ان مش كلهم اللي حملوا، دي حملوا شويه بسيطه، لكن هم حلمهم كده. وكمان في ايه في سفر الرؤيا دي مديه لليهود يعني اعزاز كبير، ومستنين الحكايه دي، ودي هناخدها النهارده برضه. يقول لك وتمشي الامم بنور ضيائك، اللي هم نور اليهود. يعني عجب الحقيقه. ف الواحد يخاف على نفسه، لو كنت يهودي فعلا كنت بتغر كده ما اعرفش. لانه مكتوب كلام جميل قوي عنهم. يعني هنقرا، احنا اخذنا اشعياء 60 من 1 إلى 5، نكمل لكن نقرا من عدد 1 ولغايه عدد 13. قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم. هذه آية تانية جاية عندنا، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى فتسير الأمم. دي مش بس في الرؤية، ده هنا كمان، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. ارفع عينيك حواليك، الحب يرى معي كويس، وانظري قد اجتمعوا كلهم جاءوا إليك، يأتي بنوك من بعيد وتحمل بناتك على الأيدي، حينئذ تنظرين وتنيرين ويخفق قلبك ويتسع، لأنه تتحول إليك ثروة البحر ويأتي إليك غنى الأمم، تغطيك كثرة الجمال، بكران مديان وعيفة كلها تأتي من شبا، تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسابيح الرب، كل غنم قدار تجتمع إليك، كباش نبيوت تخدمك، تصعد مقبولة على مذبحي وأزين بيت جمالي. من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بيوتها؟ إن الجزائر تنتظرني وسفن ترشيش في الأول، لتأتي ببنيك من بعيد، وفضتهم وذهبهم معهم لاسم الرب إلهك وقدوس إسرائيل، لأنه قد مجدك. وبنو الغريب يبنون أسوارك وملوكهم يخدمونك، لأني بغضبي ضربتك وبرضواني رحمتك، وتنفتح أبوابك
أبوابك دائما نهارا وليلا لا تغلق ليؤتى إليك بغنى الأمم وتقاد ملوكهم. لأن الأمة والمملكة التي لا تخدمك تبيد وخرابا تخرب الأمم. مجد لبنان إليك يأتي الصر والسنديان والشربين معا لزينة مكان مقدسي وأمجد موضع رجلي. آمين. نصلي. أبانا السماوي نمجدك نعظمك لأجل سيطرتك وسلطانك والحق الواضح في كتابك ليؤكد تماما قول المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة، غيره باطل، غيره فاسد، غيره ظلمة، غيره هلاك. نشكرك يا رب أنك أعلنت لنا هذا الأمر في أسفار العهد القديم وأسفار العهد الجديد. 66-0. شكرا ليك يا رب، شكرا ليك يا رب. تكلم إلينا في هذه الفرصة لأجل خلاص نفوسنا وبنياننا في الرب يسوع المسيح. ولاسمك كل المجد. آمين. مجد للرب، مجد للرب. ناخد في إشعياء 60 ونتبع القول والكلام يعني. خدنا احنا لغاية عدد 5 المرة اللي فاتت لما قلنا لأنه تتحول إليك ثروة البحر حينئذ تنظرين وتنيرين ويخفق قلبك ويتسع. لأنه تتحول إليك ثروة البحر ويأتي إليك غنى الأمم. ودي الآية دي عن عودة إسرائيل. وعودة إسرائيل حسب التاريخ يعني اللي أنا قريته إنه ما كانش حاجة فجائية، ده كان في كذا من الأغنياء اليهود، واليهود ربما يكونوا أغنى من أغنى العالم، ربما مش لازم، لكن هم فعلا ربنا كرمهم يعني صحيح. لأن أولاد إبراهيم، ربنا في عهد بينه وبين إبراهيم. فمنذ طردهم للأمم في سنة 70 ميلادية، بعدها بشوية كده حوالي 20-30-50-100 سنة مثلا، ابتدى يهود أثرياء يسعوا نحو الأمم في العالم اللي هم الإمبراطورية الرومانية وما بعدها عشان ياخذوا الملك ده يرجع لهم تاني، وما أمكنش لغاية لما ابتدت الحكاية بعد هتلر. قبل هتلر كان يعني ما فيش اتجاه عند مجلس الأمم المتحدة ان هم يرجعوا اليهود. وطبعا الحكايه مش في هتلر، الحكايه ان ربنا قال لهم الى ان تكمل ازمنه الامم. هو اللي اقام هتلر، وهو اللي خلاه يضربهم ويموتهم برضو لاجل الكلام اللي هم قالوه، دمه علينا وعلى اولادنا لازم تضربوه، ده دم المسيح عليك ازاي يا اخي وعلى اولادك، اما اولادك بياخدوا نتيجه. ربنا ما عندوش فصال الحقيقه. توبة تشيل كل حاجة، عدم توبة مصيبة، مصيبة كارثة. عشان كده الغبي جدا اللي ما يتوبش جدا لا يتصور ما سيحدث له. ف
فإلى أن حصلت حكاية هتلر دي، وابتدى العالم كله قلب معاهم بدل ما كان ضدهم، وابتدى هم يستعدوا قبل ما يصدر قرار بإسرائيل إنهم يشتروا الأراضي. يمكن يعني أبو الأخ جورج فاكر الحاجة دي أو جدك، ابتدوا يشتروا أراضي بأثمان باهظة جدا في المنطقة بتاعتهم، ونعزلتهم بتفرح يبيعوا الأراضي عشان يكون فيه يعني إيه إرث أرضي ليهم، لغاية لما صدر الوعد بالفرصة 48 ورجعوا. والظروف السياسية راح يجي الملك فاروق عليهم، تزم مع برضو الدول العربية وقالوا لا دي أسلحة فزدانة، فرأي عبد الحليم حافظ يعني من عارش من ألف له الغني هو دي أسلحة فزدانة أسلحة فزدانة، أنت يا عبد الناصر الأسلحة الكويسة عندك دي. الملك فاروق خده شهرين يتهزم، عبد الناصر خده خمس ساعات ثلاث ساعات هم خمس أيام بس، هو في أول كم ساعة خلص الموضوع. ليه؟ لأن ربنا قال كده. يعني حاجة في منتهى الغباء إنه واحد في حدث مذكور في الكتاب ويقف ضده، أنت مجنون ولا ده لو واحد وقف ضد قطر مجنون، لو واحد وقف ضد إرادة إلهية ده يبقى اسمه إيه ده؟ صحيح يعني الله في مشيئته الصالحة حينما يريد شيء أحسن حاجة تخضع له، حتى في المرض حتى في أي حاجة الواحد يخضع للرب تكون مشيئتك في حياته رب. ممكن تشال مرض، ممكن خلاص الواحد يا مخزة تسافر، لكن الوقوف ضد الله والتذمر ده حاجة رهيبة جدا. فرجعت إسرائيل، فهنا بيوصف الرجوع ده شكله إيه. ناخد عدد أربعة ونكمل، احنا خدنا أربعة المرة اللي فاتت. ارفعي عينيك حواليك وانظري، كلام ده يقوله إشعياء امتى؟ ده قبل السبي أورشليم، ده بيقوله قبل السبي بحوالي 100 سنة أكتر، 150 تمام، بعد قبل رجوع السبي يعني قبل حدوث السبي حوالي 100 سنة، وبعدين رجع بعد 70. ارفعي عينيك حواليك وانظري، قد اجتمعوا كلهم من كل دول، هم موجودين جنبي اهو لسه ما تسابوش، ما حدش كان بيفهم الكلام ده الا النبي اللي قائل يعني إشعياء فاهم طبعا. وإشعياء كان ليه تلاميذ، و يعني تلاميذه كانوا متعلمين الشريعه، اللي قصر الشريعه بتلاميذي، ربنا قال له كده، قال له ما حدش فاهم في الدوله دي خالص الامه دي خالص، فانت التلاميذ بتوعك كده سروا شريعه، يعني احفظوا المكتوب. وغالبا إشعياء طبعا كان بيعلمهم ويدرسهم، فكانوا مستريحين فاهمين حاجه، مش فاهمين حاجه خالص، فاهمين حاجه يعني. لغايه لما احنا في اليومين دول شفناهم رجعوا، ورجعوا في بحر كام ولا حاجه، يعني قبل سنه 48 ما اعرفش كام يهودي كان هناك، جايز ما كانش فيه اللي كان في عيلتين ثلاثة، ما أنا ما أعرفش طبعا، تعرف الأخ جورج كان يعرف كان إيه حيقول لي ثاني؟ عايشين حسب ما أنا قريت ده اللي هم راحوا اشتروا بيوت وبتاع بأسمان غالية فسكنوا حتى يعني لما ابتدت الناس تتضايق ليه طب ما ده اشتروها بفلوسه، طب ما يعني ليه جات الامه دي يعني، ليه دول ما تروحهم بره، تروحهم بره ازاي ما دافعين فلوس البيوت، يعني عملوها بطريقه كده ربنا هداهم ليها بحيث يبقى لهم حق في البلد يعني. فمن هذا الوقت الى الان ان كان وقتها مثلا 100 عيله ما اعرفش كام، طبعا دلوقتي بقوا ملايين، اثنين ثلاثة ما عارفش كم مليون، ايه ده؟ طب وده في بحر كام يعني؟ ده بحر يعني من 48 لغاية لما هب عليهم عبد الناصر في
ستينات نقول او كذا حرب، اصلا في حرب 57 وفي حرب 67 ومش عارف كام، خلينا في 67، كانوا ملايين. ايه ده؟ ده بال يعني بالخلفه؟ مش ممكن بالخلفه. 56. يا خبيرة عبد الناصر انت قصدي بتحبه قوي، وانا كنت زيها زمان لغايه لما قولي يا عسل. لكن قبل كده ما حصلش، من 48 ما حصلش حرب الا حاجه، و60 اللي هي 67. فيها كان حرب قبل كده 48 قصدك. و56 دي اللي عمل فيها العمله الجريئه وخد له فيها والانذار الروسي رحبه. وبعدين 67، 67 طبعا دي كانت يعني حاجة يعني الحقيقة يعني منظر. بتقولي ما احنا اتهلكنا مش هنسحب. البلد باظت، حاصروا الجيش الثاني. ايه ده؟ وده حرب دي. ففي مدة بسيطة جدا اسرائيل من ما ابتدت 48، من شوية ناس كده زي ما بيقول اخويا جورج عايشين، ابتدوا مش شوية ناس، ده شوية ناس كثيرة، وبعدين ناس أكتر، وبعدين أكتر. بيتوصف هنا في شاعر الكلام ده. ارفعي عينيك حواليك وانظري قد اجتمعوا كلهم، كلهم يعني بقوا ملايين. والعجيبة ربنا خلى الأمم تكرههم وتطردهم. دي أنا شفتها في مصر يعني، وسمعتها من إثيوبيا من يهود الفلاشة، واحد يهودي حكى لي عن روسيا، روسيا طردوا كتير جدا من هناك، وكل ده مش داري ان ده إرادة ربنا، انه كله يقوي الأمة الإسرائيلية بيدى غباء لرؤساء الدول، فاكرين اليهود دول شات ايه كلاب يعني كده، كأن القرآن صح مثلا. رجعوا فين؟ ما انا بقول كده يعني، حاجة كانت غباء جدا، غباء جدا يودوهم من اسرائيل، لانه قوى الجيش هناك كان بمئات يعني بالالوف ومئات الالوف كمان. هنا بقى بيوصفها في اشعياء، ارفع عينيك حواليك وانظر اليك. هم دول جم من فين؟ قد اجتمعوا كلهم، جاؤوا اليك، جولك ده كانوا عشان يروحوا بسرعه، كان بيروحوا مجانا، يعملوا طيارات مجانا، يلا روح يلا روح يلا روح، وجاي هنا الكلام ده مذكور، حاجه في منتهى العجب. مش مطلوب منك تقطع تذكره، ما هو اصله استقر في البلد اللي فيه عايز يقعد، لا لا امشي 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 يلا تذكره روح. بيقول هنا وتحمل بناتك على الايدي، اللي حكايه الطيران ده اللي مدفوع الاجره، بس امشي روح. هو هيجيب اجره من فين؟ وبعدين حتى لو عنده فلوس يريد ما يطلعهاش، يعني يطلعها ليه؟ فتحمل بناتك على الايدي. فجاه تلاقي امه كبيره حصلت، حينئذ تنظرين وتنيرين. تنيرين ايه؟ دي بتضرب البلاد كلها. تنيرين يعني تقولي ان الله تمم وعده، إن المسيح الكلام اللي قاله وتكون أورشليم مدوسة من الأمم إلى أن تكمل أزمنة الأمم حدث. ترين لله، تنيرين لله، يعني اللي عايز ياخد تكوين الأمة الإسرائيلية فيها عظات رهيبة جدا عن قدرة الله. أمة تكونت في 5 6 سنين 10 سنين من 48 على 58، كانت في حرب 58 مش كده بتاعت الثلاثي ولا ايه؟
اتفضل حي قول. احنا بنسميه في مصر انتصار، هو مش كده. طبعا طبعا. لا عبد الناصر كان الحقيقه خد قلوب الشعب المصري. اول رئيس واخر رئيس في حياتي ابعته للغراف جمال عبد الناصر. طيب، حينئذ تنظرين وتنيرين ويخفق قلبك. تلاقي عارف القلب دوق من كتر الذهول، هو ايه ده؟ وجم فين دول؟ واحنا بقينا ايه؟ نجيب لبيب زار اسرائيل، انا ما زرتهاش. فقال لي ارقى من امريكا، معقوله؟ يقول لي اه. ايه الارقى من امريكا دي؟ هي بتكون امتى؟ يقول لي ارقى من امريكا. حاجه دي ذهيل ذهيل، يا احنا هنا في مصر يا اخي قبليهم ب 7000 سنه، وبيننا من امريكا 7000 سنه برضو. يعني ما احنا وصلنا ولا هنوصل. اسرائيل ارقى من امريكا 7 8 سنين، 10 سنين اهدى. لما ربنا يوعد لازم يتمم، وده اللي بيوصفه هنا زي ما نقول. ويخفق قلبك ويتسع، يوسع قلبك، يعني امالك تمتلئ بالثقه ان الرب هيكمل، ان الرب الذي ابتدى عملا صالحا سيكمل، لانه تتحول اليك ثروه البحر. ايه البحر ده هنا؟ البحر دايما في الكتاب المقدس، حد عارف يرمز ليه؟ اكيد عارفين، للامم. بتقول ايه دولات؟ ده عن سفر الرؤيا، لا يوجد بحر، في موضع تاني صح؟ ما صح يا دولة. لكن هنا البحر جاية من ايه؟ يخرج وحش من الارض، اللي هو البحر الاول، يخرج وحش من البحر، ده في سفر الرؤيا برضه، وبعدين يخرج وحش من الارض. الوحش اللي من البحر ده الوحش اللي هو الإداري، الذي هو الملك، هو ده هو الوحش، اسمه الوحش. اسمه ايه اللي هو ضد المسيح، انتي كرايست بالانجليزي. حد فاكر اسمه ايه؟ المسيح الدجال. اه عشان ثانك يو، اشكرك، خليك يريع ولا يهمك. الوحش اللي من الارض اللي هو النبي الكذاب. اه، فاللي من البحر يبقى الامم، الثاني من اسرائيل، واحد تحزوا مع بعض هما الاثنين وقت الحقيقه. يعني اصل كذاب قليل على محمد، يعني كذاب، كلمه كذاب دي قليله على محمد قوي. هتلاقي ايه ولا ايه ولا ايه تقول يعني، لكن الكذب مش هي الصفه الرئيسيه اللي عنده. ربنا يرحمنا، ونفسه ده جدا، كله كويس كله خير، ربنا هيشوف حاله بعدين. ويخفق قلبك ويتسع، لان تتحول اليك ثروه البحر. حاليا اسرائيل عندها قنابل ذريه، وعارفين الناس كلها عارفه كده. ازاي بقى؟ جيت لكم من فين؟ يلا خلصوا عليها. التعداد العلمي للعلماء في العالم، اسرائيل في المقدمه. من فين؟ ربنا قال كده. طبعا ربنا عايز كده، ربنا قال كده في الكتاب، في سفر اشعياء، غير سفر اشعياء كتير. لأنه تتحول إليك ثروة البحر، والبحر تفسيره جاي بعديها، ويأتي إليك غنى الأمم. صدقوني لو استمرنا في الوضع ده احنا كده شوية تاني 3 سنين، إسرائيل تهدد أمريكا، تقول له هموتك يا أمريكا، وترتعب أمريكا وتسلم. الحتة اللي جاية جميلة قوي هنا، تغطيك
كثرة الجمال. بكران، حد عنده كتاب انجليزي يقرا بكران دي ايه؟ يمكن تكون بكر بس هتأكد، اللي هي إشعياء 60 وعدد 6، الحقيقة نسيت اقراها جوه، اهو افتكرتها دلوقتي. بس محدش عنده الجهاز الصغير ده اللي بيقرا انجليزي ولا عربي؟ طيب نكمل لغاية لما يجي الترجمة. كثرة الجمال بكران، وبعدين ذكر شوية دول، مديان وعيفة، كلها تأتي من شبا تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسابيح الرب. كل غنم قيدار، ده قال كل الغنم بتاع قيدار تجتمع إليك. نبيوت كباش، نبيوت أم تشكر خالص، كباش نبيوت تخدمك، تصعد مقبولة على مذبحي وأزين بيت جمالي. يعني كل الدول دي هتجيب اللي هي بكران قدار، فين بكران دي؟ لا بكران مديان، لغاية لما نعرف بس بكران دي نقدر نفسرها. وكل ده لأزين بيت جمالي. ايه بيت جمالي؟ ما فيش الا بيت واحد بس، بيته نحن يعني، عشان يزين البيت الأبدي اللي هي كنيسة المسيح. نعم برافو عليك. جمال صغيرة، يبقى نعم نعم جمال برضه طلعتها كده. ماشي ماشي، اصل انا قريتها، انا افتكرت دلوقتي قريتها البكران الصغيره العربيه، فيها كلمه عربيه بعدين. على اي حال، الناس اللي مذكورين هنا اللي هم مديان، عيفه، شبه، قدار، نبيوت، منهم كتير من أولاد إبراهيم. إبراهيم خلف من قطورة شوية، هنشوفهم دلوقتي اسمهم، وبعدين خلف واد تاني، فاكرينه مين؟ إبراهيم خلف واد، هل هو إسماعيل؟ إسماعيل خلف مين؟ تعرفه؟ مشهور ابنه ده، بيتغنوا بيه لكل العرب في الدنيا، خضار. يقول لك كل غنم خضار جايالك، مش كده ولا ايه؟ كل غنم خضار تجتمع اليك. طب اليومين دول حاصل ايه في الدنيا؟ كم واحد يقبل المسيح من شيلة خضار دول؟ والغريبة ان اغلبهم، مش كلهم، لا ما هنرجع نشوف، نرجع شيء نشوف ابناء ابراهيم، اغلبهم من ابناء ابراهيم، والوعد كان لابراهيم. الوعد تم في اسحاق، بس هيجمع كل الاخوات مع بعض، وكلهم دول يسووا دنيا كبيره قوي. طبعا واحنا برضو المسيحيين، مش دي السماء كلها، لكن ان دول اللي هم ليهم عبد يعبدوا اوثان، يعبدوا محمد، يعبدوا اي كلام فارغ كده، هيفوق منهم شله كبيره. اسحاق يجمع ايه؟ اولاد اسحاق هم اولاد المسيح اللي هم احنا. هنا لما بيقول هنا كله غنم خضار، يعني ايه؟
ما انت قلتيها، انت اللي قلتيها راسي. طيب يبقى هيجيب اولاد خضار الى الملكوت وجايين. ما ده قصدي، يعني قصدي اللي بيقوله ربنا كله بيتم، كله بيتم بالحرف. نشوف كده في تكوين 25 عن اولاد ابراهيم، نشوف كم واحد هنا مذكور. ولد حوالي 6 افتكر، انا هشوف برضو كام عدد النهارده لحسن، نسيت عددهم. تكوين كام ده؟ مش 25 ولا ايه؟ تكوين 25 عدد كام؟ عدد اثنين. فولدت له زمران. انا حعرف هنا وحد يكون فاتح على اشعياء 60 عشان نعرف مين الموجود. زمران ويقشان ومدان ومديان. مديان افتكر مذكور عندكم، مذكور مديان مش كده؟ مذكور. وإشباق وشوحة. وولد يقشان شبا، افتكر شبا مذكور، ها؟ شبا موجود. وددان. مديان كانوا أصحاب حلف مع إسماعيل. مين يقول لي فين الحته دي؟ اسماعيل ده مين؟ ده ابن هاجر وده اولاد خطوره. ايه جاب ده وابن هاجر؟ طبعا اكبر منهم يعني، لكن كان في حلف بينهم. مين يجيب لنا حادثه في الحكايه دي؟ نعم، اسماعيل جوز احنا مصريه. نعم، قلت شويه. جايز، لكن ده في حلف بينهم، اشتركوا مع بعض في حاجة مهمة أوي. إسماعيل مع مديان، أو الإسماعيليين والمديانيين عشان ما توهكوش. بالظبط، الإسماعيليين اللي هم تبع إسماعيل ولاده يعني، والمديانيين هم ولاد مديان اللي هو مذكور هنا ده، هم اللي شالوا يوسف من البير واشتروه ودفعوا الثمن لاخواته، لانه اخوات يوسف باعوه للاسماعيليين والمديانيين. حاجات عجيبه جدا. موجود عيني اهو كده. يعني عهد الله مع ابراهيم، ليه مع الله مع ابراهيم؟ ما زال قائم في الحضره الالهيه، فولاده جزء منهم اللي هم آمنوا، يعني ما فيش حاجة بالعافية، اللي هم آمنوا هيكونوا أيضا في الأمة الإسرائيلية في الملك الألفي. نكمل بقى. تغطيك كثرة الجمال بكران مديان وعيفة، كلها تأتي من شبا، تحمل ذهبا ولبانا وايه تاني؟ ايه ده؟ ليه؟ طب ليه فيش مر هنا؟ ايه؟ انت بتكلمي بصوت هامس قوي. طب ما تعلي صوتك شوية، صح كده؟ صح، خلاص الموت خلص. المرارة راحت. في ترنيمة كنا بنغنيها مش عارف قريب ولا ايه، المرارة اللي اختارها ميلاد دي، لا ده كان في بيت ميلاد. ها؟ اسمها ايه يا شيخ جورج؟ يلا حولت المرارة، لأن من عند الأخ ميلاد امبارح أصلا بيعزف لنا على العود. مفيش مر خلاص، مر ايه يا حبيبي؟ لا
طب امال بيدعي المسيح في ايه؟ يعني يا ساتر، كل الاغبياء بكل الغباء هيتحدوا في رقابة الاغبياء في جهنم. يا غبي، في هذه الليله تطلب نفسك منك، مالك تبني بيوت وتشتري عربيات وتزهزه وتغش وتعمل؟ هيورثوها مين دول؟ مفيش ميراث، ولا ولادك، ولادك معاك برضه، خلصت خلاص، للحريق ما اكل للنار. لكن اولاد الرب، شوف العهد، العهد بين الله وابراهيم ينفذه في ولاده. ده بين ابراهيم وبين ولاده كم سنه؟ مش عارف انا، 6000 سنه بتاع، ما اعرفش كم الف سنه. لكن العهد تم، وولادك ابراهيم اللي جاي من اسماعيل، واللي جاي من مديان، واللي جاي من مدان، وجاي كل وعيفة لقيتنا لنا دولة، كل ده تخدم ملكوت السماوات. كل غنم قدار تجتمع إليك، كباش نبيوت نبيوت، أعتقد واحد من ولاد إسماعيل. نعم، لو فحصنا هنلاقي نبيوت حسب تذاكرتي. على حال كل دولة هيبقوا زينة الرب. زينة الرب يعني زي مثلا الهيكل كان مزين بحجارة حسنة يا أمير الإسلام، مش دي الأصل. زينة الرب يعني تصعد مقبولة على مذبحي وأزين بيت جمالي، يزين بها بيت جماله. إيه بيت جماله ده؟ اللي هو الحياة الأبدية، أورشليم السماوية، بيت جمال الرب، يزينها إنه كل ما قاله الرب صار. ومن ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ الرب هو الله صاحب السيادة على الكل، وده اسمه بيت جمال الله، أجمل جمال في الله. نطلع فوق، إيه ده؟ إيه ده؟ إحنا فين؟ كل ده عرفناه. بولس يقول لنا سأعرف كما عرفت. أنا بعرف بعض العلم، ده بولس، ما إحنا ولا واحد على مليون. لكن هناك سأعرف كما عرفت. يا إلهي، كل اللي جرى معايا في حياتي ده أنت كنت قصده؟ وكل الأشياء تعمل معا للخير. ده جمال بيت الله، بيت جمالي. ناخد لنا كمان إيه، 8 و9. من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بيوته؟ السحاب بيحمي، بيعمل إيه السحاب؟ أولاً مجيء الرب على السحاب، ثانياً السحابة أخذت الرب عن أعين التلاميذ، ولقائنا مع الرب فوق السحاب. سحابة تسير أمامهم بالضبط. فكلمة من هؤلاء الطائرون كسحاب، رمز الحماية وإتمام وعد الله الذي هو على السحاب. الناس بيتكلم على الدنيا، من هؤلاء الطائرون كسحاب، وبالتالي وكالحمام إلى بيوتها. الحمام رمز الكنيسة، الحمامة واليمامة رمز الكنيسة. نعم، لا هو قال يا حمامتي يا حبيبتي يا يمامتي، رمز الكنيسة في سفر النشيد. نعم، سفر النشيد الأنشاد بالضبط. ورمز الكنيسة زي ما قالت إيميا، والسلام المسيح رئيس السلام، كالحمام إلى بيوتها. احنا الآية دي مش هنفهمها هنا، بس دي حتة آية لما نوصل فوق، أخيرا وصلنا بيتنا. أخيرا وصلنا بيتنا. احنا بنقعد نعيط على الميت هنا وهو فرحان فرحة. وصلت إلى الفردوس.
لسه بعد كده بيت الآب، لكن يقول له الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. آه طبعا ده بينهم مسافة مش قليلة. لا خلاص ده آخر حاجة، ده آخر حاجة. ليه؟ الآب والابن والعريس، الآب والعريس وروح القدس والعروسة، فضل إيه؟ خلصت. والتانيين يا أبو قمة الغباء الحقيقة، قمة الغباء، وخصوصا لما يكون الإنسان عارف كده وماشي في الشر. إيه ده غباء؟ إيه ده؟ مش عارف. الشيطان بيفتخر بهذا، إنه ممكن يكبل الإنسان والنار قدام يروح مدخله فيها. طب ما تبعد، مش قادر. مسكين الإنسان المكبل المقيد المستعبد للشيطان. من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بيوتها؟ إن الجزائر تنتظرني وسفن ترشيش في الأول لتأتي ببنيك من بعيد وفضتهم وذهبهم معهم لإسم الرب إلهك وقدوس إسرائيل لأنه قد مجدك. إيه الجزائر دي؟ يعني تنتظرني؟ أي إن بداية الناس اللي هتبنيك يا إسرائيل مش شوية الغلابة المساكين، لا، أثرياء العالم، أثرياء العالم. ليه؟ سفن ترشيش، دي سفن ترشيش دي هي اللي بتجيب الثروات، عشان كده سليمان عملها، عادي تاجر مع ترشيش، ويونان راح ترشيش عشان يبعد عن ربنا. ترشيش مشهورة جدا بالثروة بتاعتها. السفن بتاعتها تجيب بنيك من بعيد، الجزائر هيجوا بعدين. يعني مش ايه، مش دولة بدت صغيرة وبتكبر، دي بدت كبيرة. الجزائر عشان حواليها مية، عشان حواليها مية، فالطرق المواصلات مش سهلة، مفيش طيارات وقتها، لازم يجي بواخر وبتاع. لكن هنا دي في جمال وفي غيره وفي غيره، ف في سفن نبوي. إن الجزائر تنتظرني وسفن ترشيش في الأول لتأتي ببنيك من بعيد. وجايين، يا ريت جايين كده حتى يعني ايه، مسقالين بتاع، لا ده ها؟ امال ايه؟ نعم؟ طبعا هم هيحسبوا مصر كمان. ده بينهم وبين مصر تاريخ كبير. ده لما طلعوا في المرة الأولى رخر سلبوا المصريين. سلبتموهم، أيوة، ما ده ربنا قال لهم. إسرائيل لما طلعوا من هنا كان المصريين كلهم عندهم جنازات في البيوت، لأن النهو البكر والبهايم، حتى البكر بتاع البهايم قات، فعايزين يخلصوا من بني إسرائيل بسرعة بعدين يرجعوا فيها، فادوهم كل ثروتهم، خد 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 وامشي، خد وامشي، خد وامشي. فربنا قال لهم انا القرار بتاعي عشان ما دفعلكوش فرصه لازم تاخدوا فلوسكم. فادهم اجرتهم على 300 سنه، كام سنه؟ 400 سنه، و400 سنه ذل في مصر. من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام الى بيوتها؟ بس انا احلى كلمه عجباني بصراحه البيت دي، البيت ده جميل جدا. في مثل انجليزي يقول ايه؟ No place like، تعرفوش انت ولا ايه؟ مشهور جدا، No place like home، No place like home. يس. امال البيت الابدي بشكل ايه يا اخو جورج؟ واحد يوصل هناك يا حبيبي. ده ايه العز ده؟ من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بيوتها؟ إن الجزائر تنتظرني
من خلالكم في الآخر سفن ترشيش تأتي في الأول عشان تجيب لك ناس كتير طبعا، لتأتي ببنيك من بعيد دكم جزائر عم يوصلوا يعني، وفضتهم وذهبهم معهم لاسم الرب إلهك وقدوس إسرائيل لأنه قد مجدك. إسرائيل تتبني من جديد ومجد الكنيسة طبعا. ما هي يعني هو بيقول إيه؟ بيقول إن أصل الوعد لإبراهيم، وبعدين كمل الوعد إن دم يسوع يجمع كل الأمم على الصليب، فأصل الوعد لإبراهيم. مين شعب إبراهيم؟ هم اليهود المختار، الباقيين ولاد إبراهيم بس مش مختارين، يعني مش شعب الله يعني. فشعب الله هيبقى كبير قوي في الأبدية، عشان كده مكتوب عن أورشليم وتستضيء أمم الأرض بنورك. ليه؟ هي النور أصلا من العهد، من الوعد، الوعد بيه الله إبراهيم، فإحنا هنتنور بنورها، بنور إيمان إبراهيم، فإحنا صرنا كمان أولاد إبراهيم بالإيمان يعني. فالوعد اللي قاله ربنا واللي قال إبراهيم يا سائد وكامل إلى أبد الأبدين، وإحنا هنستمتع بالوعد ده ونلاقي بيتنا بقى إيه؟ بيتنا هناك، بيتنا هناك، لك يا رب كل المجد. نكتفي بكده النهاردة وبعدين نكمل إن شاء الله الأسبوع الجاي. تفضل حبيبي جورج. هللويا.